تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي وطمأن الأول الثاني على الأوضاع في السودان. وأكد رئيس المجلس عودة الحياة لطبيعتها في البلاد. من جهتها أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكاملة لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم بمختلف أشكاله للأشقاء في السودان. وأكد الرئيس السيسي اعتزامه زيارة البلاد في غضون الأيام القادمة.